التجاعيد من اكتر الحاجات اللي بتضايقنا كستات، ولكن يعني لحسن حظنا ان العلم تقدم جدا وبقى فيه اكتر من تقنيه لعلاج ومحاربه تجاعيد الوجه في الحقن، سواء بقى كان حقن دهون من الجسم او حقن مواد زي البوتوكس وزي حاجات كتير هنتعرف عليها النهارده، سواء كان عن طريق الليزر، كمان في تقنيات حديثة جدا في الليزر بتعالج تجاعيد الوجه. ويمكن الخط الأخير اللي بنلجأ ليه أو ما بنفضلش نلجأ ليه في الأول هو جراحات شد الوجه وشد التجاعيد. ده موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه مع دكتور منير ويليام أستاذ جراحات التجميل. دكتور صباح الفل، ومنورنا. وهل فعلا يا دكتور يمكن احنا محظوظين لانه يعني تجاعيد الوجه حصل فيها تقدم كبير جدا، والموضوع ده حصل فيه تقدم كبير جدا وبقى فيه اكتر من علاج لتجاعيد الوجه؟ هو الحقيقه الكلام ده كلام مظبوط جدا، لان فعلا في خطوط عريضه بقت كتيره جدا. كانت في خطوط بدائيه بتبدا من التقشير الكيميائي والطرق بتاعته، وبعدين جه الليزر، والليزر برضو بقى فيه تجديدات وحاجات جديده وفي حاجات قديمه، وبعد كده جت الحاجات الفيلرز والحقن والكلام ده، وبعدين اتقدمت بحقن الدهون زي ما سيادتك قلتي، وبعدين جراحات التجميل اللي بقت بتدخل في مجالات كتيره جدا، وابتدى كل شيء فيها يبقى فيه جديد وفيه تقديم فيها بالنسبه لها. طبعا دكتور، خلينا نبتدي الاول باننا نقول طيب هو ايه اسباب ظهور التجاعيد، وهل في عامل منها بيكون عامل وراثي؟ يعني معنى انه انا ممكن اكون عندي 20 سنه ولكن انا بابايا ومامتي او حد من العيله بيظهر عنده التجاعيد بدري، فانا معرضه ان انا كمان يظهر عندي تجاعيد في عمر مبكر؟ والحقيقه نبدا بالتجاعيد. التجاعيد هي عباره عن تغيرات بتحصل في الجلد بصفه عامه. على سبيل المثال بنلاقي مقدرة جميع الخلايا على الانقسام بتقل، الخلايا الدهنية والخلايا العرقية والخلايا الجلدية بكافة أنواعها. الحاجة اللي بعد كده إن النهايات العصبية اللي موجودة في الجلد المسؤولة عن اللمس، المسؤولة عن الحس، المسؤولة عن الضغط، المسؤولة عن الإحساس، كل هذه النهايات العصبية بيبتدي تقل الكفاءة بتاعتها. بعد كده بنلاقي في ترسيب للدهون على جدار الأوعية الدموية، وده بيؤدي إلى تصلب شرايين وحاجات زي كده. ايضا في مواد كيميائيه موجوده في النهايات العصبيه، هذه المواد الكيميائيه زي الادرينالين والنور ادرينالين وزي الاستايلوكولين، هذه المواد بتقل كميتها وبتقل كفاءتها مع العمر طبعا. ففي مجموعه تغيرات بتحصل. طب ايه سبب حصول هذه التغيرات؟ الحاجه الاساسيه هو السن. طبعا ما من شك ان عامل السن من العوامل اللي تؤدي لحدوث هذه التغيرات، لكن في مجموعه اسباب ثانيه جدا. على سبيل المثال ممكن نلاقي الانسان المدخن بيسرع من اظهار التجاعيد. ايضا الاضاءه الجامده اللي موجوده في الاستوديو والمكياج التقيل اللي ممكن يحطه اي انسان، ده ممكن يسرع من اظهار هذه العلامات وهذه التجاعيد. ايضا الاصابه السابقه بامراض، قد يكون مرض الدرن، قد يكون مرض الزهري، دي ممكن تؤثر وتسرع من اظهار هذه التجاعيد بنسبه كبيره جدا. ايضا العمل نفسه، الانسان اللي بيشتغل 8 ساعات مش زي الانسان اللي بيشتغل 16 18 ساعه، اكيد ده بيحصل فيه نوع معين من الاجهاد وحاجات زي كده. هو طب دكتور، الضغوط العصبية والنفسية اللي كلنا معرضين ليها كمان ممكن يكون ليها دخل؟ هو طبعا ليها عامل اساسي جدا، بس هي المسألة مجموعة توازنات. لكن ارجع للكلمة اللي سيادتك قلت عليها، العائلات، هناك عائلات التجاعيد بتظهر متأخرة قوي، وبنبص نلاقي الست او الراجل عنده 60 70 سنة ولا زال بيبي فيس ولسه مش باين عليه حقيقي. لكن في نفس الوقت ممكن نلاقي الواحد عجوز منذ ودايته. يعني احنا لا نتذكر مثلا ان ممثل زي عبد الوارث عصر ان احنا شفناه في يوم من الايام شاب، فاذا هناك هذا العامل الوراثي اللي داخل فيه موجود تماما، ويقدر نقول انه بيلعب دور كبير كده. طب دكتور، في عوامل بقى خارجيه زي حياتك ذكرت منها مثلا التدخين، ايه تاني ممكن؟ السهر، ممكن الكحوليات، ممكن السهر، ممكن التدخين، ممكن الامراض السابقه زي السل والدرن والحاجات دي كلها. لكن ده بيخليني يا استاذه ارجع اتكلم عن نوعين من السن او العمر. في العمر السني اللي هو سني انا المكتوب في شهاده الميلاد، انا عندي 60 سنه يبقى ده سني الموجود في شهاده الميلاد. لكن في حاجه اسمها العمر البيولوجي. بمعنى ايه؟ يعني الانسان المدخن ممكن يجي لك شاب عنده 20 سنه ولو شفنا الرئه بتاعته نلاقي عمرها 40 سنه، لانه انهك هذه الرئه بالتدخين وخلى عمرها البيولوجي بقى 40 سنه. نشوفها كتير في الناس اللي عندهم بالهرسيا المثانه، يبقى الولد عنده مثلا 25 سنه ولما نلاقي المشاكل والاصابات اللي موجوده في المثانه او في الكبد والكلام ده كله، بنلاقي ان العمر البيولوجي بتاع هذه المثانه المصابه بالبلهارسيا وصل لغايه 40 50 سنه. يبقى في فرق كبير جدا بين العمر السني والعمر البيولوجي. انسان بيتناول خمور،
تبص تلاقيه ولد صغير ما يعديش 20 30 سنه شكله وبينما معجل. شكله بقى عجوز من هذا الانهاك لهذا الجسم. فده مهم جدا نميز بين العمر السني والعمر البيولوجي. طيب دكتور نبتدي نتكلم بقى عن العلاجات، وانا مش عارفه ابدا من فين بالظبط، وخلينا نبدا طب حقن الدهون او حقن المواد الاخرى زي البوتوكس وزي الفيلرز مثلا يا دكتور، امتى بنلجا ليها وامتى حياتك بتقول لا الحاله دي ما ينفعش معاها تدخل بالحقن؟ هو سيادتك انا احب ابدا بالوقايه، لان الحقيقه الوقايه مهمه جدا، طريق الوقايه مهم قوي، اللي هو لازم يكون فيه خضروات طازجة في أكلنا. الخضروات دي فيها فيتامين ألف، فيتامين ألف ده الأسمنت بتاع الجلد، فيتامين ألف هو المسؤول عن قوة وحيوية الجلد. طب زي في ودي إيه موجودة في جميع الخضروات الطازجة. كل ما كانت الخضروات أكثر احمرارا أو أكثر خضرارا أو أكثر اصفرارا، كل ما كانت نسبة البيتا كاروتين، البيتا كاروتين ده عالية. اللي هو بيكون فيتامين ألف، كل ما كانت نسبته عالية وكل ما ده ادى الحيويه، يبقى طبق السلطه ده مهم. الحاجه الثانيه الجزر يا دكتور مش مليان بيتا كاروتين كمان بنسبه عاليه جدا، كلما زادت الدكانه بتاعه اللون كل ما كانت البيتا كاروتين اكتر. ايضا الفاكهه، الفاكهه فيها فيتامين جيم، وفيتامين جيم ده المسؤول عن الاوعيه الدمويه وبالتالي عن تغذيه الجلد. ويبقى كده الخضار الطازجه والفاكهه الطازجه اللي موجوده في البيت منذ الطفوله تخلي الاسراع بعمليه التجاعيد تقل كتير خالص، وممكن الناس دي ما تشتكيش من هذه العلامات. طب. انما اذا رجعت لكلامك اللي هو انا ابدا طب احنا عملنا كل ده يا دكتور، كلنا بشكل صحي واكلنا خضار وفاكهه فيها فيتامين الف وفيتامين سي وبرده ما حسيناش انه يعني الدنيا صلحت، هنبتدي نلجا بقى للوسائل اللي هنتكلم عليها دلوقتي. عايزه ابدا بالحقن يا دكتور. هو الحقن طبعا هو في طريق بدائي وفي طريق اساسي. الطريق البدائي اللي هو الفيلرز، اللي هو ممكن اي دكتور يتعامل بيها. ما هي الفيلرز؟ الفيلرز عباره عن مواد تتكون من حمض هياليورونيك اسيد او من ماده بوليساكرايدز، سكريات كثيره الكثافه. الماده دي او الماده دي بتتحقن في التجاعيد. فين التجاعيد؟ التجاعيد بيكون امكانها يا اما اسفل العين، يا النيزوليبيال اللي موجود هنا الاخدود الخدي الفكي، او اسفل الذقن، او منطقه اللغد، او رجل الغراب اللي موجوده حوالين العين، او تبشيره بتاعه ال 111 والعلامات اللي بتظهر بالعرض. اقدر احقن الفيلرز دي طريقه بدائيه. انا بقول بدائيه لانها مكلفه جدا وفترتها الزمنيه قليله قوي، مكلفه الاسعار بتاعتها بتفرق، بتتفرق على حسب يا دكتور كمان ما هي اساسا بسنتي بوينت 8، هو اقل من سنتي، ده في سنتي ده سنتي، ده يعني ده شيء من التفاؤل. فلما نتفائل ان بحقن حقنه والوش محتاج 100 حقنه هيبقى التكلفه عاليه، شوف التكلفه قد ايه، والفتره الزمنيه حسب كثافه الماده، لان اقصى كثافه توصل ل 18 شهر واقل كثافه تبدا من 3 شهور. هذه الكثافة اللي هي المولوكولار ويت بتاع نفس المادة اللي بعملها فيلر بيبقى مكلف وفترته الزمنية قليلة. بينما التوب بتاعة الشغل ده هي حقن الدهون. طبعا حقن الدهون، انا باخد دهون من جسم الانسان، كل دكتور بيفرق في طريقة معاملته مع الدهون. الدهون بتكثف بطريقة معينة بحيث ان يتغسل فيها اي زوايد موجودة او اي دم، وبحيث انها تركز بطريقة معينة، وبعدين يعاد حقنها في الوجه. تخيلي يا استاذه، معلش هوقف حضرتك هنا، وعايز اسالك، لازم الدهون اللي بيتم حقنها او بيتم حقنها مره ثانيه تكون من الشخص للشخص، من الشخص نفسه طبعا، ده جسم غريب. دكتور ايه اكتر المناطق اللي ممكن نشفط منها دهون، ولا حسب كل شخص بقى حسب يعني كل شخص. من دهون زايده فين؟ لا سيادتك الدهون تيجي من اي مكان، وبيبقى فرصه المريض او المريضه بيستغل العمليه في عمليتين، بيعمل عمليه شفط وفي نفس الوقت بيستفاد بالحقن. ولو تتخيلي كل الوش ده انا بحقنه في 7 نقط، انا في نقطتين بقدر بيجي جنب العين احقن تحت العين والخدين ومنطقه امام الاذن، فدول نقطتين، وفي نقطتين باخد بيهم هذا الاخدود يبقى 4، وفي نقطتين باخد الشفاه من فوق ومن تحت والدقن ادي 2 يبقوا 6، وفي نقطه باخدها في النص اجيب بيها كل رقبه. دكتور هل ما بيحصلش اي نوع من التفاعل، يعني الدهون المحقونه دي مثلا تعمل التهابات، تعمل مشاكل، يحصل تورم؟ احنا نحسبها مع بعض، تعمل التهابات يبقى التعقيم مش مظبوط، تعمل تورم يبقى الدكتور مش فاهم العيان بتاعه، مش عارف هو هيعمل معاه ايه. لكن اي تفاعلات جانبيه مش معقول يبقى حاجه من جسم الانسان الا جسم الانسان، يعني لازم يتقبلها الوجه. انا عايز اقول لسيادتك على حاجه، لابد ان يتقبلها. ده انا عايز اقول لسيادتك اكتر، ان انا لما اجي احقن دهون لو فاهم العيان بتاعي كويس
لو العيان بتاعي عمره 40 سنه وانا بحقن له دهون، المفروض ان انا بعوض الدهون اللي اتحرقت في 40 سنه، فالمفروض ان انا احقن دهون تقعد 40 سنه ولا احقن زياده يا دكتور؟ طب لا، هي مساله زياده ونقص. انا سعيد انك بتقولي هذا الكلام. احنا عاده الدكتور اللي بيشتغل بيكون عنده حوالي 20% زياده، ودي بتعتمد على خبره الطبيب، لانه في خلال من 48 ل 72 ساعه بيحصل امتصاص. هذه الزياده عاده بتكون محلول ملح اللي بنستخدمه في بعض الحالات في التخفيف، لكن في خلال 48 ساعه بيتف. لكن هي المساله مش كده، المساله ان احنا بنشوف ناس حقنوا اكتر من اللازم، ودي مشكله، شكلهم بيتغير خالص تماما، وفي ناس بيحقنوا اقل من اللازم بيحتاجوا يعملوا كذا عمليه ورا بعض. لكن عايز اقول لسيادتك ان الدهون انا اقدر احقن في الوش لغايه 300 سنتي. لو سيادتك في حقن الفيلرز بتحقني سنتي ثمنه اكتر من 1000 جنيه، فلو قلت انا هحقن 300 سنتي يبقى انا بعمل عمليه تكلف، شوف تكلفتها قد ايه. يبقى اذا الدهون ليها مميزات كثيره جدا، ان الجسم ما يرفضهاش، ان بتحكم في الكميه اللي انا بحقنها، ان التكلفه اذا قرنت بالفيلرز مفيش نسبه، لكن اي التهابات اي حقن زياده ده معناه ان الدكتور يا اما ما قامش كويس يا ما فهمش المريض بتاعه كويس. طب دكتور، يعني بالمناسبه اعرف ناس عملوا العمليات دي وحقنوا دهون اتشفطت من برضو من جسمهم، من البطن، منطقه البطن، وحقنوها في الوش، وبعدين بعد فتره لما خسوا قوي الدهون دي تقريبا ما بقتش موجوده. هنا الغلط فين يا دكتور؟ ولا هي دي حاجة طبيعية بتحصل بعد ما الشخص بيخس؟ كمان وارد ان وشه يخس والدهون الموجودة او المحقونة في وشه تنزل. هنا الغلط في العملية نفسها، لكن الكلام ده غير وارد. طالما تم حقن دهون بيفضل مع المريض نفس الفترة الزمنية الموجودة، لان زي ما قلت لسيادتك في الاول ان الدهون لابد من تركيزها واعادة حقنها. انما لو اخدت دهون اساسا بسرنجات كلها سوائل من غير ما يكون فيها دهون، يبقى العمليه فيها حاجه غلط في التكنيك نفسه. دكتور بيتفلتر بقى يعني دلوقتي حقنت، قصدي يعني شفطت من مكان معين، هل بتدخل الدهون اللي انا سحبتها دي هفلترها وبعد كده هعيد مره ثانيه حقنها؟ تمام سيادتك، اللي انت بتقوليه هو ده، بس احنا انت بتقوليها افلترها، احنا بنقول بنعملها معامله خاصه بحيث ان ناخد نوع معين من الدهون اللي نقدر نحقنه. لكن انا اقبل لفظ افلترها او اقدر لفظ ان اخففها مش طبيبه بقى انا ازيد، لكن لا، هو ده كلام مظبوط عشان نوصل الكلام للمشاهد ان احنا بالظبط، انما لا تؤخذ مباشره طبعا. دكتور عايز اتكلم عن تجاعيد اللي بتكون حوالين العين، لانه بيتقال ان دي من اكتر التجاعيد المتعبه في علاجها، ده حقيقي يا دكتور؟ شوف يا استاذه، تجاعيد العين دي اساسا في عوامل كثيره جدا ليها، قد تكون هناك عوامل وراثيه، قد يكون التدخين، قد يكون حاجات كتير قوي. ومش التجاعيد اللي في العين كمان، والغمقان اللي بيحصل حوالين العين، ومش الغمقان اللي بيحصل حوالين العين عشان نلاقي سؤال يبقى شامل في كله، التورم اللي بيحصل حوالين العين. فلو جبنا الثلاثة دول مع بعض بنلاقي الحل المثالي الأساسي أيا يكون سن المريض هو ما يسمى بشد جفون. إن أنا ما يكون عندي تجاعيد معناه إن الجفن ارتخى، سواء كان بعمل وراثي أو بإجهادات معينة. لكن أنا مجرد ما بشد هذا الارتخاء اللي موجود في الجفون انتهت المشكلة. ودي على فكرة عملية سهلة جدا، بس لازم دكتور يكون متخصص فيها، لان الجرح عبارة عن خط جراحي تجميلي. اولا يا دكتور اشرح لنا الجرح بيكون في اي مكان بالظبط؟ لازق في الرمش بالظبط، بحيث انه بعد 4 ايام اتحدى لو المريض عارف حد انه هيل. عمل شد جفون. هيل. فمن هنا طب بس سؤال تاني معلش يا دكتور بضحك بس عايز افهم. طب بيبقى في انتفاخات احيانا مش في الجفن العلوي ولكن في الجفن السفلي، او ارتخاء في الجفن السفلي، ده يا دكتور علاجه بيجي ايه؟ في نفس العمليه، وانا قلت بالظبط كده، ان لو في غمقان في الجفن السفلي او انتفاخ في الجفن السفلي او علامات زمن وتجاعيد في الجفن السفلي، الثلاثه بيتعاملوا مع بعض بمنتهى السهوله في عمليه واحده اللي هي شد الجفون. وساعات بنلاقي في كيس دهني موجود في اللي هو الانتفاخ ده، هو ده اللي عامل الانتفاخ، بيطلع برضه بنفس العمليه خالص. ودي عمليه ما بتاخدش وقت. لكن يا دكتور ما بيبقاش في فتح تحت العين؟ لا، بقول لسيادتك ده في جرح طول الرمش من تحت يختفي تماما في خلال 4 ايام. ولكن ازاي تتشد التجاعيد اللي تحت العينين من جرح فوق؟ لا دي سهله، عمليه سهله فعلا. احنا عايزين لازم يا دكتور نيجي مره نصور تقرير لو حضرتك تعمل العمليه دي عشان الناس كمان تعرف بتتعامل ازاي العمليه. سهله يعني. نجيبها ونوريها لكم عشان يبقى يعني نبقى فاهمين اكتر. لا هي كل حاجه صعبه جدا على فكره، انا ما بحبش اسهل الامور، ما فيش حاجه في الطب خالص اسمها سهله، كل حاجه صعبه جدا، لكن بخبرتك تقدري تسهليها وتقدري تجيبي. احنا دايما في شغل التجميل بتاعنا مطلوب من الدكتور التجميل ان يكون عنده خبره كبيره جدا
يعمل جرح صغير جدا يدي احسن نتيجه جدا. فهي دي التجميل، ان هو بيرسم، هو بيكون مجرد يعني زي نحات يا دكتور، هو كانه نحات بالظبط كده، اقل تدخل واجمل نتيجه، لان الانسان لا يقبل اي غلط يحصل ممكن في الوجه في الجسم في ايا يكون. طبعا ده حقيقي. طيب دكتور، احيانا يعني في ستات نعرفهم او ممثلات شهيرات نيجي نتفرج عليهم نقول ايه ده، الممثله دي شكلها اتغير جدا، يعني مثلا حواجبها اترفعت قوي. في برضو مذيعات شهيرات اتفاجئنا بيهم حواجبهم اترفعت قوي، ما بقوش حتى وهم بيتكلموا بيدوا التعبيرات او بيبقى في اي رياكشن خارج منهم مظبوط. هل يا دكتور يعني الحواجب اللي بتبقى مرفوعه قوي دي ده غلط من الجراح؟ شوفي سيادتك، هنا يعني هنا في علاقه مش مظبوطه بين الطبيب والمريض بتاعه. لازم الدكتور يذاكر المريض بتاعه كويس، ولازم يفهم هو عايز ايه بالظبط. لكن حكايه رفع الحواجب مثلا، قد يكون الرفع من طريق الحقن مثلا بالبوتوكس، ده ممكن 3-4 شهور وينزل تاني، دي سهله. لكن قد يكون الرفع عن طريق تدخل جراحي باسلاك، احنا ساعات بنعمل بالرفع بالاسلاك او خيوط، فده ممكن نقدر نسيطر عليه في الحال ونقدر نفك هذه الخيوط. لكن هي يا دكتور لو اتحقنت زياده، لكن هي هتضطر تقعد الاربع شهور بنفس الرياكشن ده اللي هي على طول كانها مذهوله. ما انا كده بالظبط قلت لسيادتك، في مفيش اتصال كويس، الدكتور ما ذاكرش المريض كويس. احنا بنذاكر كويس قوي، زي ما اتعلمنا بنذاكر، نقعد كل عيان مش زي التاني، لازم افهم هو بيفكر ازاي او هي بتفكر ازاي وعايزه توصل لاي مستوى وهكذا. انما طبعا هنا في سوء في التدخل، وانا شفت حالات كتير قوي طبعا في هذا الكلام، وبيكون على طول المريض الدكتور فاهم ان في سوء فهم بين المريض وبين الدكتور بتاعه. دكتور لو تدخلنا بالبوتوكس والفيلرز يا دكتور بتستمر فتره قد ايه؟ انا مش من هواة الحقن طبعا، يعني إذا هذه الاشياء، لكن مش من هواة الحقن طبعًا. بس بنتكلم بشكل عام، هتستمر النتيجه قد ايه؟ وطبعا في المقابل لو حقنا الدهون هل هي النتيجه مستمره؟ انا قلت سيادتك الدهون لو معموله مظبوطه هتعود الفتره الزمنيه اللي احنا نقدر نسيطر عليها دائمه. يعني يا دكتور اذا كان المريض عنده 40 سنه هتقعد 40 سنه، اذا كان عنده 30 سنه هتقعد 30 سنه لو انا عاملها صح. لكن نرجع لحكايه الحقن بالسموم بتاعه انواع معينه من البكتيريا اللي هي بتتعمل في حواجب عشان ترفع وتنزل. الحقيقه ده نوع من السموم اللي هو البوتوليزم، هذا السم ده موجود بطريقه معينه وبيتعامل بطريقه هندسه وراثيه بحيث ان انا اقدر استخدمه. ده بيقعد في البدايه اول مره يتحقن 3 شهور، وبعد كده لو كانت الست او الراجل اتحقن قبل كده بتقعد 6 شهور لغايه 9 شهور. انما بنسبه الفيلرز زي ما قلت لسيادتك مادتين هما هياليورونيك اسيد والبوليساكرايد، وبيفرق الفتره الزمنيه على حسب نوع الفيلر وعلى حسب كثافه الفيلر. لكن في معاملات ثانيه كثيره قوي بالعلاج اللي هي التقشير الكيميائي وبانواعه المختلفه، وايضا في الليزر باستخداماته المختلفه، وايضا في التدخل الجراحي التجميلي سواء كان طريقه من جراحات شد الوجه، ودي حاجات بنعملها في الحالات المتاخره جدا، ان احنا بنستخدم تدخل جراحي بنقسم الوش الى 3 اتلات، التلت العلوي ممكن تشدي الجبهه والجفن العلوي، التلت الاوسط ممكن تعملي شد للخدين، التلت السفلي ممكن تعملي شد للرقبه والفك السفلي، ممكن تعملي الثلاث عمليات مع بعض، ممكن تعملي التلت العلوي والسفلي وتعملي حقن دهون في النص. الحقيقه الطب والتجميل والمساله فيها فن، زي ما بقول لك لازم المريض الدكتور مع المريض بتاعه يذاكره كويس، يقدر الدكتور يتدخل بكذا طريقه، عن طريق دهون، عن طريق شد، عن طريق استخدامات للليزر لو كانت التجاعيد سطحيه خالص، والليزر فيه تطور كبير جدا باجهزه معينه، بس كلها في النهايه بنلاقي ان التجميل هو اللي بيقف على رجليه، وان عمليات حقن الدهون او شد تدخل الجراحي بالشد دي اللي بتبقى ليها الغالبيه العظمى وليها الاستمراريه بالنسبه للشخص. دكتور منير ويليام استاذ جراحات التجميل، بشكرك جدا يا دكتور نورتنا. شكرا جزيلا. شكرا. بشكركم مشاهدينا، يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهارده، وبكره في نفس الميعاد حلقه جديده وفريق عمل جديد، وخليكم دايما على شاشه العائله. باي باي. شوفوا دانتيل، لو عايزين تعرفوا اخبار الموضة شوفوا دانتيل، كل اللي يهمكوا اخباره مرصودة على دانتيل.